الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محدثكم خالد السعيد وناقشة المواضيع والقضايا يوميا، وبإمكانكم دائما مشاركة آرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا أن تقيمون المقطع بالضغط على زر الإعجاب حتى يصل المقطع على أنحاء المنصة، وبإمكان دعم القناة بواسطة الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات حتى يصلكم جديدنا ومتابعتنا أيضا في باقي منصات التواصل الاجتماعي، وبتحصلونها دائما موجودة في خانة الوصف. فإحنا ندخل فيها العديد من المواضيع ونتشعب فيها بهدف أننا نفهم الساحة وكيف نتعامل معها، وخصوصا الساحة اللي تخص جانب السفر حتى الفعاليات. وفي هالموضوع بالذات أبنتكلم عن أحد الأشخاص اللي كانوا يستنكرون عن الفعاليات الترفيهية اللي جالسة تصير في الآونة الأخيرة، وهو مصلح العلياني. فمصلح العلياني عنده قناة في منصة اليوتيوب واسمها علوين، والصدمة في الموضوع أن مصلح العلياني من فتح القناة، وطبعا القناة مالها يمكن شهرين مفتوحة، إلا وشفنا منصات الإعلام التقليدي أو ما نسميه الإعلام الماضي وهو الإعلام التلفزيوني شان حملة عجيبة على قناة مصلح العلياني والتوجهات اللي جالس يقدمها في قناته. مع أن خلينا صريحين، اللي يقوله مصلح العلياني يقولها العديد من أفراد وشباب المجتمع في استنكارهم عن بعض هالفعاليات والمهرجانات اللي جالسة تصير، لكن الطرف الآخر وهو اللي يأيد الفعاليات والمهرجانات مع الأسف الشديد كانت ردوده تجاه الأشخاص اللي ضد الفعاليات ركيكة. يعني كنا متوقعين أن الشخص اللي مهتم بالفعاليات والمهرجانات اللي جالسة تحصل الآن وخصوصا الفعاليات الترفيهية أنه عندهم يعني وجهة نظر منطقية يقدرون يواجهون بها الأشخاص اللي ضد فعاليات الترفيه اللي جالسة تحصل في الوطن، وأهمهم مصلح العلياني صاحب قناة علوين. فمصلح العلياني منزل مقطع في قناته بعنوان ليش الرياض، وكان يتكلم عن إعداد الناس نفسيا وعقليا وعلميا وحتى عمليا، وأنهم يكونون مستعدين للصعوبات اللي بتواجههم في السنوات القادمة، خصوصا مع التوجه العولمي اللي جالس يقتحم الدول والشعوب. لكن الغريب في الموضوع أن قال مصلح العلياني أن كل فترة نرى انحدار أخلاقي وديني عند الأبناء، وسأل سؤال في نفس المقطع ويقول من المسؤول عن هذا الانحدار الأخلاقي؟ فكان جواب مصلح العلياني أنها هيئة الترفيه هي اللي تسببت في هالانحدار الأخلاقي والديني. فإن نظرنا للفترة اللي دخلت فيها هيئة الترفيه وبدت بفعالياتها فهي من قريب، والانحدار الأخلاقي والديني نراها أيضا من عقود من الزمان وليس من قريب. وكان يقول مصلح العلياني أن هناك بلدان أخرى يتنافسون على حفظ القرآن، وكأنه ما يدري أن هيئة الترفيه نفسها صدق وأعلنت عن التزايد الكبير والدعم الكثيف اللي كانت تقدمه لمسابقات القرآن الكريم وحتى مسابقات رفع الأذان اللي أطلقها معالي المستشار تركي آل الشيخ في بداية عام 2019. وبعدين حتى نظرنا لذيك الدول اللي تتنافس على القرآن، خلنا واقعيين، من اللي يدعم هالمسابقات غير دولتنا ومؤسسات الحكومة الله يبارك فيها. لكن سأل مصلح العلياني في مقطع ليش الرياض، وكان موجه السؤال المعالي المستشار تركي آل الشيخ، انه هل بهذه الفعاليات الترفيهية نصنع قدوات للمجتمع؟ وقال بعدها مصلح العلياني ان احنا منا ضد الترفيه بل ضد المنكرات اللي تكون فيها، لان الشباب بحاجة الى قدوات يوجهونهم الى الطريق الصحيح. وايضا قال في مقطع ثاني بعنوان بدون لف ودوران، وقال مصلح العلياني فيه ان انكاره بالذات على هيئة الترفيه وكيف أنها تفسد أخلاق الناس بفعالياتها. لكن السؤال، هل فعلا هيئة الترفيه هي من تفسد أخلاق الناس بالفعاليات؟ والحقيقة في الموضوع قد يكون هناك في بعض الفعاليات فساد، لكن حقيقة الأمر ليست هيئة الترفيه المسؤول الأول اللي يفسد أخلاق الناس، لأن من يرغب في الذهاب لتلك الفعاليات لا شك أنه بيذهب بغرض الترفيه، فهم من أنفسهم لهم رغبة من قبل أساسا، سواء وجدت تلك الفعاليات أم لم توجد، فلا تزال الرغبة عند البعض موجودة في الذهاب لتلك الفعاليات الترفيهية. لكن لو سألنا وتعمقنا زيادة بالموضوع، كيف انشأت الرغبة عند هالناس والشغف انهم يذهبون لتلك الفعاليات الترفيهية والسكوت عن بعض الفساد اللي يشوفونه فيها؟ فخلنا نوضح ان كل رغبة موجودة عند الاشخاص لها تأثير نفسي جعلت لهم تلك الرغبة ومستوى التمسك فيها او بها. وان نظرنا الى جانب الترفيه، فاغلب من يرغب فيه هم الاشخاص الاستهلاكيين، ولا شك وشلون صاروا استهلاكيين، وهو مع قل الانتاجية يزيد الملل عند الشخص ثم تزيد الرغبة عندهم في اللجوء الى رفاهيات. لكن ان سألنا ايضا وتعمقنا زيادة وقلنا من السبب الأكبر في قل الإنتاج عند الأطفال والنشأة وتسبب في انغماسهم بالرفاهيات، والسبب الأول ولا شك في ذلك وهو المدارس والمؤسسات التعليمية اللي يدخلون فيها الغالبية إن لم نكن كلنا دخلنا فيها، فهي السبب الأول في قل الإنتاج عندنا وفي مجتمعنا. ففي مسيرة التعليم النظامي اللي يمر فيها الشخص منذ طفولته ما ينتج على مدى 12 سنة، يعني من يدخل أول ابتدائي إلين ينتهي ثالث ثانوي وهو ما طلع فلس واحد، ما طلع قرش واحد، ولا قدم شيء للاقتصاد الوطني. وأحيانا يستمر هالاستهلاك أيضا في مسيرة التعليم ويكمل بعد المدرسة في الكليات ولا الجامعات أو حتى المعاهد. فنلاحظ بعد ذلك أن الأطفال في تواجدهم بالمدارس وتأثيرهم بالرفاهيات غالبا يكون أكثر من رغبتهم بالعلم، يعني صارت المدرسة مهب ديار للتعليم وتحفيز الناس أنهم يتعلمون يحبون العلم، لا صارت الآن مكان يلتقون فيها طلاب وطالبات حتى أنهم يتبادلون اهتماماتهم بالرفاهيات. يعني على سبيل المثال عند الذكور يكون أكثرهم متعلقين بالمجالات التنافسية مثل الرياضة وحتى الألعاب الإلكترونية، أما عند غالبية الإناث فيكون
يكون تعلقهن بالمجالات التفاضلية، والمجالات التفاضلية مثل الجماليات وحتى الأمور اللي تخص الغراميات زي الروايات والأغاني والمسلسلات. أيضا لا ننسى أن المدرسة تحفز طلاب وطالبات التعلق بتلك الرفاهيات، لأنها هي اللي تحدد مستوى القبول عند الذكور وأيضا الإناث، فيتم فيها الاستعراض بالممتلكات والمهارات حتى يحصلون الطلاب والطالبات على علاقات مع الآخرين. وتلاحظونها أيضا على تقدم العمر، يبدأ الواحد يتعلق بالأمور الاستهلاكية خصوصا الرفاهيات والكماليات حتى أنه يبرزها قدام الناس ويعني على أني أنا عندي الأشياء هذه ومبسوط. طيب لو سألنا من اللي أقحم الأطفال في تلك المؤسسات التعليمية البائسة اللي ما تنتج أساسا، وهدفها بتصريح الأمم المتحدة أن المدرسة هدفها إبعاد الأطفال والناشئين من المساهمة في تطوير اقتصاد الوطن، فإنسان أنفسنا من اللي دخلنا لهالمدارس وهم الجيل الماضي أو انقلنا الأسرة، فالأسرة هي أساس الإصلاح عند الفرد وأحيانا تكون هي أساس الفساد بكبره، فالأسرة هي من تنشئ الأجيال وتربيها حتى تكون مستعدة لمواجهة مصاعب الحياة. لكن إن نظرنا لواقع الأجيال الماضية فهم لم يساهموا إطلاقا في مواجهة أي صعوبات نواجهها في حياتنا التي نعيشها الآن، فإلزام الأطفال والنشأة على أنهم يكملوا مسيرة التعليم النظامي في المدارس فأصبح ضررها مو بس على الفرد بل حتى على المجتمع، فهدف المدرسة أنها تعلم وتنشئ الأجيال حتى تكون جاهزة لسوق العمل، لكن هدف الأجيال الماضية اللي هم الآباء أو الأسرة تجاه إدخال أبنائهم لتكملة التعليم وهو لا شك الحصول على قبول اجتماعي وليس مصدر رزق أو المساهمة في رفع الاقتصاد الوطني، فالطلاب يدخلون الجامعات والكليات مع ازدياد نسبة البطالة وقل رغبة المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة في توظيفهم، فوش يخلي الواحد يقعد ويكمل التعليم على ازدياد نسبة البطالة، وهذا دل على أن الأسرة كل هالسنين ما لها أي دور في أنها تنشئ وتخلي أبنائها مستعدين لمواجهة مصاعب الحياة، لأنهم أكيد يدرون خلال هالعشرين سنة اللي بيقعد فيها بزرهم في المدرسة ويشوفون نسبة البطالة تزداد في الصحف والشاشات وحتى في المجالس إذا صارت فيه جمعات، فأكثر الأسر إن نظرنا في الدول المتقدمة ما يعتمدون فقط على مسيرة التعليم النظامي لوحدها، بل يكون الطفل وحتى المراهق له دور في أعمال جانبية يكسب منها ماديا مثل العمل في الحرف وتنمية الهوايات اللي لها مكسب أو مدخول مادي مثل تربية الحيوانات الأليفة أو حتى أقلها بيع الممتلكات القديمة. يعني أغلب الأسر في الدول المتقدمة ما يقعد يجمع ذي القرابيع عنده في البيت، بل يروح يبيعها في الأماكن المختصة في بيع الأدوات المستعملة، لكن نلاحظ في أوطاننا أن الأسرة تمتلك مبالغ مادية كبيرة وأيضا مساحات في المنزل واسعة تقدر تنمي فيها دخل إضافي من خلال الأبناء والبنات في الأسرة، لكن الأكثرية يضيعون ذيك المبالغ في الرفاهيات والكماليات ويستغلون المساحات الواسعة في المنزل بملأها بالتفاهات مثل الديكورات وحتى بعض الكماليات اللي ما لها لزمة في البيت، خاصة أن نظرنا وجود أكثر من سيارة عند كل أسرة يعني يدل أن الاستهلاك واصل للسقف، ولا شك إن كلامنا أنه مو ضد المدرسة بل زي ما قلنا أنه ضد تفكير الأسرة في إقحام أولادهم في المدرسة وعدم محاولة تنمية مصادرهم المادية من خلال دعمهم بالهوايات اللي يحبونها، خصوصا الآن أن الأطفال يقدرون ينتجون ويطلعون مدخول مادي من خلال الهوايات اللي هم مهتمين فيها مثل الألعاب الإلكترونية، فأي طفل الآن يقدر يطلب من أبوه أنه يفتح له قناة في اليوتيوب أو يلعب ألعابه في البلاي ستيشن أو أي جهاز إلكتروني عنده ويحط الألعاب حقته موجودة في القناة ويكسب منها دخل، هذا أقل شيء الواحد يقدر يسويه، غير إذا قلنا والله يربي حيوانات أليفة ولا ينمي مواهبه أو حتى الحرف اللي عنده، فأصبحت حتى الرفاهيات الطفل الآن يقدر ينمي مصادره المادية، لكن الأسرة ليش ما تبي الواحد يدخل في ذيك الأمور؟ لأنهم يدرون أن ابنهم إذا والله حسن وضعه المادي بيترك دراسة، فهذا مشكلة العديد من تفكير الأجيال الماضية مع الأسف الشديد في الاستغناء عن تنمية مصادر الدخل عند أطفال. لكن إن رجعنا القول مصلح العلياني في مقطعه ليش الرياض يوم يقول إحنا يا جماعة منا ضد الترفيه بل ضد المنكرات اللي تكون موجودة فيها، وأنسأل أنفسنا من أتاح ورضى بتلك المنكرات وراضي عنها، فلا شك أن الجواب على ذلك وهو الأجيال الماضية، فهي من تسمح بدخول الرفاهيات إلى المنزل سواء كانت من الأجهزة أو غيرها من الكماليات والرفاهيات، وحتى أن الأجيال الماضية هي اللي تسببت في دخول الفعاليات الترفيهية اللي جالسين نشوفها في وقتنا الحالي. وبعضكم يمكن يسأل يقول وشلون صارت؟ فالأجيال الماضية على المزايا والصلاحيات اللي حصلوا عليها من خلال الدعم الوطني في وقتهم إلا أنهم ما أحسنوا إدارتها وتنميتها إلى وقتكم هذا، حتى أصبح ولا يزال البعض منهم يطالب بالاتكالية والرجوع لتطبيق نظام الدولة الرعوية اللي ما له أي دور تنموي في الجوانب الثقافية أو حتى الاقتصادية. فإن رجعنا الجيل طفرة المواليد وهو الجيل اللي ولد في عام 1365 هجرية الموافق 1946 جريجورية أو ما يسمونها الميلادية وحتى عام 1383 هجرية الموافق 1964 جريجورية أو ما يسمونها ميلادية، فهذا جيل طفرة المواليد اللي ولدوا في تلك الفترة كان يجيهم دعم حكومي بشكل ما حد يتصوره، لدرجة أن الواحد منهم إذا تخرج الجامعة تجيه مبلغ من الحكومة يوصل إلى 50,000 ريال، طبعا في ذاك الوقت احسبوها عاد أنتم يعني يمكن توصل في وقتنا هذا فوق 300,000 ريال، وفوق ذا كله يحصلون على أرض مجانية من الحكومة، يعني كان ذاك الجيل فعلا مرتاح ماديا، ومع ذلك ذا الجيل ولا يزال إلى يومنا هذا ما أحسن إدارة وتنمية
الرزق اللي عنده، ولا حتى حفز عياله انهم يدخلون في الجوانب الاقتصاديه ويحسنون الاقتصاد الوطني، بل لا يزالون زي ما قلنا مهتمين بتطبيق واعاده نظام الدوله الرعويه، وهي ان الدوله تقوم توكلك وتشربك وتعلفك وتوظفك، ما بقى بس تزوجك وتجيب لك عيال. فجيه طفره المواليد زي ما قلنا ما ساهم حتى يومنا هذا في تحسين وضع الاقتصاد على كثره في الصلاحيات والمزايا اللي جت. ايضا نظرنا للاجيال الماضيه وخصوصا من الناحيه الثقافيه واللي تخص جانب الهويه الوطنيه وتمسك بالعادات والتقاليد وحتى العقيده السليمه، فجيل اكس اللي جاء بعد جيل طفره المواليد وهم اللي ولدوا في عام 1384 هجريه الموافق 1965 غريغوريه وميلاديه، وحتى عام 1400 هجريه الموافق 1980 غريغوريه او ميلاديه. فجيل اكس اللي ولد في ذي الفتره كثير منهم عطل الجوانب الثقافيه اللي تعزز الهويه الوطنيه والدينيه في المجتمع، واللي بيرجع ويتابع ذاك الجيل فكثير منهم تساهل ايضا ببعض المفاسد والمعاصي اللي بدنا نشوفها منتشره، وخصوصا موضوع السفر سياحه الى خارج الاوطان. فجيل اكس كان هو اللي يجاهر بالسفر للخارج بما ان تجارته كانت برا، لو على اهتمامهم في التجاره الخارجيه والسفر بهدف التجاره، الى ان الوضع ذا ما انتقل لذراريهم والجيل اللي بعدهم، سبحان الله وقف عندهم خلاص، وصاروا عيالهم لازم يكملون مسيره التعليم النظامي اللي هي المدرسه والجامعه. فلا يزال العديد من الافراد من الاجيال الماضيه يفضلون تكمله مسيره التعليم النظامي والعمل حتى بوظيفه مقارنه بالبدء بالعمل بالاعمال الحره والتجاره منذ الصغر، حتى ان بعض الافراد من الاجيال الماضيه ينبذ من يعمل في الاعمال الحره او التجاره، وايضا هناك نسبه منهم حتى ما يزوج الاشخاص التجار او من يعملون في الاعمال الحره، والسبب انهم يخافون من حكم المجتمع عليهم وخاصه الاقارب. فالاجيال الماضيه مؤثر فيهم الخضوع الاجتماعي حتى تهاون العديد منهم بالسنن وايضا الاحكام الدينيه، والمشكله اننا ما كنا نشوفها في الاجيال اللي كانت قبلهم. سبحان الله، يعني كانت الاجيال اللي قبلهم متمسكين بالدين وبالعادات والتقاليد اشد من ذولا. فنتيجه توجه غالبيه الافراد في المجتمع الى تكمله التعليم النظامي فيما بعد وايضا العمل في الوظيفه، لا شك انه بيقلل من تحسين الاقتصاد الوطني، والسبب ان قل التوجه في العمل بالقطاع التجاري بيساهم في قلة الانتاج، لان كل العالم تبي تدخل وظيفه، وتركوا جانب التجاره والاعمال الحره اللي لها دور اساسي في انعاش اقتصاد الوطن وايضا خلق وظائف جديده. فمع قل الانتعاش الاقتصادي اللي جالسه تمر فيه الدوله والتحديات اللي جالسه تواجهها دولتنا واقتصادها الوطني، فلا شك ان الدوله تبي تلجا للدعم الاقتصادي، واكيد اهم الدعم الاقتصادي اللي بيجي من خلال العقود والصفقات التجاريه مع المؤسسات والشركات العالميه. اذا كان الاجيال الماضيه غير راغبين في انهم يدخلون ويساهمون في انعاش اقتصاد الوطن على كثره فلوسهم وعقاراتهم وتجاراتهم، فلا شك ان الدوله تبي تلجا للشركات الخارجيه حتى انها تنعش الاقتصاد. ولا شك ان ما يختلف اثنين ان احد افضل السبل اللي تسلكها الدول لتحسين اقتصادها هو من خلال تنميه القطاع السياحي، ولا شك ان هناك دعم اقتصادي هائل ياتي من عائدات الدخل والارباح اللي تجي بس من القطاع السياحي، واحنا نشوف بعض الدول اللي ما عندها مصادر ولا عندها موارد ومعتمده على القطاع التجاري حتى ان اقتصادها يتحسن. واحنا بس لو نبي نشوف موسم الرياض هذا الاخير، فقال احد المحللين الاقتصاديين اللي هو احمد الشهري ان موسم الرياض يعد اكبر موسم اقيم في المملكه العربيه السعوديه، وحقق اول ثلاث ايام فقط مبيعات مباشره بلغت فوق ال 235 مليون ريال، تخيلوا خلال ثلاث ايام بس، وهذا مؤشر على ان حجم الطلب كثير، واللي يشير الى انه من المتوقع ان توصل الايرادات الى فوق ال 400 مليون ريال كعوائد جايه من الشركات الراعيه، ولقد تحقق اجمالي ارباح توصل الى مليار ريال خلال مبيعات هالموسم. فلا شك ان السياحه ايضا تبي تحفز وتحرك النشاط الاقتصادي وتزيد في الناتج المحلي، وتبي تفتح فرص وظيفيه وخاصه في دعم الفنادق والمنتجعات وشركات النقل، وايضا لا ننسى المطاعم، وايضا الهدف من وراء زياده الفعاليات وتطوير التنميه الاقتصاديه المحليه وزياده التنوع في النشاط الاقتصادي اللي بيكون متماشي مع رؤيه 2030. فلا شك ان قطاع الترفيه له دور في دعم الاقتصاد الوطني. فموسم الرياض الوحده بس في الايام القادمه بتزيد مبيعات تذاكره، وايضا زياده الرعاه الرسميين للشركات واللي بتدخل عوائد ضخمه لاقتصاد الوطن، وايضا بتستقطب ملايين الزوار والسياح من حول العالم. ونرجع المصلح العلياني مره ثانيه يوم يقول احنا يا جماعه ما ضد الترفيه بل ضد المنكرات اللي تكون موجوده فيه، والسؤال الذهبي كيف نتمكن في مواجهه المنكرات في المجتمع كافه، مو بس في فعاليات الترفيه. فمواجهه المنكرات لا شك انها اولا بيكون بالنصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالان توفرت وسائل التواصل الاجتماعي اللي يقدر الواحد يدخل وينصح، وايضا اذا شاف الواحد المنكر امامه يقدر يغيره بلسانه اقل شيء. الامر الثاني عدم تهاون في تبليغ الجهات المختصه، فلا بد اننا جميعا نقوم نساهم اذا شفنا مخالفات ونرفع بلاغات. الان توفر تطبيقات، صار الواحد يقدر يرفع البلاغ على طول، ما يحتاج يتصل على التلفون ولا يروح الجهه معينه، وكل واحد الان معه جواله يقدر يحمل التطبيق ويبلغ. بالاضافه لا ننسى الى انه يجب ان ما نتساهل في تداول ونشر المقاطع اللي يكون فيها منكرات، ولا ننسى اللي اهم من هذا كله عدم التساهل بغرض السخريه والاستهتار. يعني صار الحين بعض الناس يقوم يستظرف وين
ينشر المقاطع ذي على انها يعني ضحك واستهبال، وهذه تبي تزود الناس وتشوف الموضوع ذا عادي بالنسبه لهم، بدل ما انها تقوم تنكر وتحس في خاطرها انها شافت شيء محرم. ولا شك ان دور الجهات المختصه ولله الحمد فهي جالسه تقوم بواجبها في ايقاف التصرفات والمنكرات اللي جالسه تحصل سواء في الفعاليات او غيرها، وخصوصا في موضوع الفعاليات. قبل يومين الفتاه اللي الله يهديها قامت ترقص في احد الفعاليات بشكل مخل، فذكر انه تم القبض عليها ومحاسبتها تحت لائحه اداب وشروط الذوق العام. وفي النهايه اذا احنا نبي نواجه فعاليات الترفيه اللي قد الواحد ما يرغب فيها، فلا بد اننا جميعا ننافسها من الجانب الاقتصادي. فلو فيه بديل يبي يحفز اقتصاد الوطن بفتره وجيزه، لا شك اننا نبي نكون داعمين له اكثر من فعاليات الترفيه اللي مضمونها اساسا ربحها، وخصوصا رغبه الناس في تواجدها في المملكه العربيه السعوديه. لكن شاركوني اراكم في خانه التعليقات، ولا تنسون تقيمون المقطع بالضغط على زر الاعجاب، ودعم القناه بواسطه الاشتراك فيها مع تفعيل التنبيهات حتى يوصلكم جديدنا، وايضا تابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي بتحصلون في خانه الوصف، حتى نتمكن دائما في رفع وعي الفرد والمجتمع على كافه المجالات.